خصوصا انه مثل ما عم تقول انه هو عم يدفع الثمن اليوم مش بس مباشره من اجوره، عم يدفع حتى من مدخراته. يعني في شيء سريالي بالواقع اللي نحن عم نعيش فيه. هون شو ممكن ان تقوم به بعد الفئات الاجتماعيه كلها؟ اولا بس خليني انهي بالقول انه هذا النظام كناية عن سلطة عسكرية تحميه، إجماع عربي معه، مؤسسات، قواعد شعبية. أوكي. وبما في ذلك يعني تنظيم مسلح يعني يعتبر نفسه جزء منه. هيدا النظام، مش إنه المنظومة وإنه في ثلاث رؤساء شلولية. بالتالي هذا قرأنا أو قرأ معلش قرئ هذا النظام باستلشاء شديد إنه عم يسقط وإنه إحنا ملاقي له حل. برأيي في قراءة غلط بالبداية. هذه القراءة مسؤول عنا 30-40 تنظيم ب 17 تشرين، مسؤول عنا نوع من الشعبوية اللي رأيه يسقط يسقط بيسقط. وهذه مراجعة يعني لا تبخزيني بأولى من أول يوم حتى الآن، إنه مطلوب اولا في بالبلد كتلتين سياسيتين من كتل النظام، مطلوب بناء كتله تمثل الناس ولو بحد ادنى من الاكثريه الشعبيه المتضرره، مش اللي طامحه انها تعمل نواب هلا، المتضرره من هذه الازمه بحياتها وبمعيشتها. مين هو بيمثلهم؟ هودي لانه هي الاكثريه الشعبيه ب 17 احمل مسؤوليه، وقد كتبت شعبان ومسؤوليه كل القوى المنظمه. هذه حركه مليانه قوى منظمه كلها سوا كانت مجمعه اذا بتاخذيهم يعني من بولا يعقوبيان للحزب الشيوعي بيقولوا نفس الشيء، بيقولوا يعني حكومه انتقاليه ذات صلاحيات استثنائيه تشريعيه. هذه بيعملها انقلاب، هي مش مطلع يعني، هي عملها فؤاد شهاب بعد ثورة 58، ها ماسك الجيش، ها عنده أكثرية بالبرلمان مطلقة، ها عطى هالصلاحية. نحن عم ناخذ هالسابقة بلا قواها. هذا واحد. اثنين، تكتيك الوحيد هو احتلال الساحات ومحاولة احتلال جربوا الناس. اوكي، اول جربناها من 2011-2015. بالتالي يعني انت امام نظام منكح، ها فئه مستمرئه على كيف بتطلع مصاري، ها على ظهر الناس باشكال مختلفه، امام سذاجه مطلقه، ويعني وشفل ثينكينج، تمنيات ثوريه. طيب بالتالي انا يعني اعجابي ب 17 تشرين هو بمحل ثاني. 17 تشرين كنا عن مهرجان طلع فيه يمكن الاشياء الكثير حلوه بالشعب اللبناني، بالشباب وبالنساء خاصه، الى ان بدات الانسحابات منه. بس هيدي بتعمل مهرجان، يعني الثورات بتعمل مهرجانات، بس المهرجانات بتعمل الثورات. وبالتالي هذه الحركه لم تتحول بعد الى حركه اصلاحيه.